اللي انا فهمته كان منك اقرب واحده ليا في الشركه، وكمان جيران قالت لي اني لازم اسمع منك. ممكن تتكلمي؟ اتكلم اقول انت عايز تعرف ايه توفيق بالظبط؟ عايز اعرف كل حاجه. انا مش فاكر اي حاجه من الشهور اللي فاتت دي. عايزه احكي لك قوي والله، بس انا خايفه. الدرجه دي الموضوع صعب؟ هو الموضوع الحقيقه صعب ومعقد وكبير. عايز اسمعك تكلم. انا هتكلم واقول لك على كل حاجه، بس انا حقيقي عايزك تعرف حاجه وتفضل حاططها قدامك طول الوقت. ايه؟ انا حقيقي اكتر واحده حبيتك في حياتك. انا عمري في حياتي ما حبيت قبلك ومش هحب بعدك خالص. تحبيني وانتي متجوزه؟ لا لا لا، انا عمري ما اتجوزت والله العظيم. انا عمري ما اتجوزت ولا خلفت. هو ده الموضوع يعني.